بالتزامن مع عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء، أعلنت الراهبة تريزا طاشمان نذورها الرهبانية أثناء القداس الإلهي الذي ترأسه المطران ويليام الشوملي، مطران لاتيني في الأردن، وذلك في كنيسة مدرسة مار يوسف في منطقة الدوار الثامن بعمان. وفي عظته قال المطران الشوملي: نفرح أولاً لأن أمنا مريم العذراء رقدت ثم انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. نفرح أولاً لأن أمنا مريم العذراء بعد حياة طافحة بالنعمة ومليئة بطاعة الله ومحبة القريب ماتت ودفنت، ثم غادر جسدها القبر وانتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، وهي الآن ملكة ظافرة ومكرمة وشفيعة قوية لنا. فالهدف من إبراز النذور هو كي تعيش المكرسة حياة المحبة الخالصة في خدمة الله وكنيسته المقدسة. نعم، التكرس لا يلغي الحب، وإنما يضعه في مرتبة أعلى، بحيث يصبح حباً لله غير منقسم وحباً للقريب في سبيل الله. وفي ختام العظة قدم الشوملي التهاني للراهبة الجديدة ورهبنتها وذويها، ثم تبادل الحضور الصور التذكارية مع الراهبة تريزا في جو روحي بهيج. الطرحة المقدسة غطاء الرأس لتكريسك الخاص لله وتخليك عن أباطيل العالم. عيشي أمينة في الكنيسة كعروس للمسيح. آمين.